حراك دبلوماسي أمريكي جديد في المنطقة سعياً لتجنب حرب إقليمية ومشاورات لمسؤولين أمريكيين كبار في عدد من العواصم مع انسداد آفاق التهدئة واشتعال جميع الجبهات. موقع وول الإسرائيلي كشف أن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورك زار الدوحة سراً والتقى رئيس الوزراء القطري لمناقشة الجهود المبذولة لكسر الجمود في المفاوضات بشأن صفقة الرهائن، بعد أن حملت الإدارة الأمريكية زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار مسؤولية توقف مفاوضات الهدنة. موقع أكسيوس كان قد أفاد بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أبلغ سفراء 17 دولة أن واشنطن تعتقد أن زعيم حماس يحيى السنوار انسحب من محادثات الرهائن الأسبوع الماضي على أمل زيادة الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة. زيارة المسؤول الأمريكي إلى الدوحة تشي بأهمية العاصمة القطرية في الضغط على حماس، فقد كشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن قطر طردت قادة حماس لفترة وجيزة مع تعثر محادثات الرهائن في إبريل الماضي. أضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أن ممثلي حماس انتقلوا إلى تركيا لكن سمح لهم بالعودة بعد أسابيع مع اشتداد المفاوضات، وأن قطر اتخذت الإجراء بهدف الضغط على حماس للموافقة على حل وسط في المحادثات. المفاوضات بين حماس وإسرائيل وصلت إلى طريق مسدود حتى الوقت الحالي لتمسك كل طرف بشروطه، فحركة حماس تطالب بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة بينما يرفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ذلك، كما تتطلع حماس إلى وقف دائم لإطلاق النار في حين ترفض الحكومة الإسرائيلية ذلك وتعتبره انتصارا لحماس. إضافة إلى أن الحركة تطالب بعودة النازحين إلى شمال غزة والبدء بإعادة إعمار القطاع بينما تضع إسرائيل شروطا على عودة النازحين. في نفس السياق تندرج زيارة جيك سوليفان إلى كل من السعودية وإسرائيل، فمستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث عن أي فرصة للتوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة، كما قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي. مستشار الأمن القومي جيك سوليفان سيسافر إلى السعودية ابتداء من السبت وسيلتقي مسؤولين على رأسهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية بما في ذلك الحرب في غزة وكذلك الجهود المستمرة لتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة، وبعدها سيتوجه إلى إسرائيل للقاء كبار المسؤولين بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمناقشة الحرب في غزة ومفاوضات إطلاق سراح المحتجزين ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، فضلا عن الهدف المشترك المتمثل في هزيمة حماس من خلال الضغط العسكري وخطة سياسية. سوليفان الذي يعلم جيدا معارضة السعودية التي يتوجه إليها أي اجتياح إسرائيل لمدينة رفح، استبق توجهه إلى المنطقة بالتأكيد أن قيام إسرائيل بأي عملية كبيرة في رفح يعتبر خطأ فادحا. إن الولايات المتحدة ترغب في رؤية حماس منهزمة، ونعرف أن الفلسطينيين العالقين وسط الحرب يواجهون الجحيم. سيكون من الخطأ قيام إسرائيل بأي عملية عسكرية كبيرة في رفح، لأن هذا الأمر سيعرض المدنيين إلى خطر الموت. واشنطن التي تدرك جيدا أن إيران تمتلك مفتاح التصعيد والتهدئة في المنطقة عبر توجيه وكلائها، فقد أفاد موقع أكسيوس بأن اثنين من كبار المسؤولين في إدارة بايدن عقدا محادثات غير مباشرة مع مسؤولين إيرانيين هذا الأسبوع في محاولة لتجنب تصعيد الهجمات في المنطقة. وأشار الموقع إلى أن هذه المناقشات تمثل أول جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران منذ يناير الماضي. الموقع قال إن كبير مستشاري الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورك والقائم بأعمال المبعوث الأمريكي لإيران أبرام بالي وصلا إلى سلطنة عمان يوم الثلاثاء واجتمعا مع وسطاء عمانيين. المحادثات ركزت على توضيح عواقب تصرفات إيران ووكلائها في المنطقة، كما تمت مناقشة المخاوف الأمريكية الجدية بشأن وضع البرنامج النووي الإيراني. محادثات إذن وتنسيق غير مباشر يأتي بعد أيام من تصريحات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والتي اعتبر فيها أن أمن المنطقة لن يأتي عبر تحويلها إلى مخازن للأسلحة. عبد اللهيان أكد أن الأمن في الشرق الأوسط لن يتحقق سوى عن طريق التعاون بين دوله.
أمن المنطقة لن يتحقق إلا عن طريق التعاون بين الدول المجاورة، وعلى هذا الأساس يجب الوصول إلى المفهوم الذي يفيد بأن تحويل منطقتنا إلى مخازن للأسلحة لن يأتي بالأمن على أي دولة. وفي قراءة أوسع لكل هذه الجولات، الاتصالات، الاجتماعات السيرة التي تقوم بها واشنطن، نرحب مباشرة بالمستشار السابق في الخارجية الأمريكية حازم الغبرة مباشرة من العاصمة الأمريكية. أستاذ حازم، إن كان هذا الاجتماع السري في سلطنة عمان أو جولة جيك سوليفان تصب باتجاه التهدئة، منع إيران من المغامرات التي تحصل منذ 7 أكتوبر، ولكن أيضا الدفع باتجاه وقف إطلاق النار، استعادة إسرائيل للمحتجزين لدى حركة حماس، هل ستنجح كل هذه الوساطات؟ مساء الخير روبير، وشكرا على الاستضافة. طبعا هذه الاجتماعات ليست سرية للغاية، هي اجتماعات دورية تقوم بها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر مع الطرف الإيراني عبر الوسيط العماني، محاولة يعني في محاولة مستمرة من واشنطن للتهدئة بأي شكل من الأشكال، مع أن هذه الاجتماعات يعني لم تنجح، لا نعتقد أنها نجحت يوما من الأيام. أعتقد أن الرسالة اليوم واضحة جدا من الطرف الأمريكي، إذا استمرت إيران بهذه العمليات الشيطانية في المنطقة، تمويل جماعات إرهابية، التصعيد الذي قد يصل إلى حرب مباشرة، هذا لن يصب في مصلحة إيران، لأن هذا يعني أو سيعني عودة ترامب إلى البيت الأبيض، أو سيكون أحد أسباب الكبرى التي تعود بترامب إلى البيت الأبيض، وإيران تجربتها مع ترامب ليست جيدة على الإطلاق. تريد الإدارة الأمريكية أن تقول لنهدئ الوضع حتى الآن، نمر في مرحلة الانتخابات الأمريكية في الأشهر المقبلة، نحاول يعني وقف هذا التصعيد. وطبعا كان هناك يعني أسباب أخرى لهذا الاجتماع، يعني وذهاب ماجيرك شخصيا إلى عمان، التصريحات الإيرانية بشأن البرنامج النووي خطيرة للغاية، عندما نتحدث عن تخصيب 60%، هذا شيء متقدم جدا. التخصيب بهذه الدرجة يعني هناك أسابيع قبل الوصول إلى تخصيب 90%. عبد الله، هي قالها صراحة، هذه المواقف الأمريكية ليست بجديدة، ولكن النقطة المتصلة اليوم بالعملية البرية في رفح، الموقف الأمريكي يعني يصفها بأنها خطأ يزود إسرائيل بالمزيد من المساعدات العسكرية الضخمة والنوعية. زيارة جيك سوليفان إلى المملكة العربية السعودية طبعا مرتبطة بملف التطبيع والعلاقات السعودية الإسرائيلية، ولكن أيضا موقف المملكة واضح من هذه العملية البرية، لا وعود، انقسامات إسرائيلية كبيرة يعلمها جيدا سوليفان، وهو سينتقل إلى إسرائيل مباشرة من الرياض. ماذا سيحقق من هذه الزيارة بعد فشل كل الجولات المكوكية للدبلوماسية الأمريكية إلى المنطقة؟ يعني للأسف لا أعتقد أن هناك سيكون جديد مع غياب حل يعني alternative أو مغاير لما نراه اليوم. حاولنا في الولايات المتحدة بشكل مستمر العمل مع مصر، مع قطر، مع دول أخرى نحو عملية سياسية، كل ذلك فشل حتى الآن. أعتقد أن حماس لا ترى مصلحة لنفسها في إنهاء الحرب اليوم، وترى أن الوقت هو العدو الأكبر لإسرائيل وتحاول المماطلة. لكن يعني بصورة أكبر، الولايات المتحدة تخطئ اليوم ذات الخطأ، يعني نتذكر في الحرب في اليمن، تقول لشركائها لا تفعلوا هذا، لا تفعلوا ذلك، توقفوا، هناك خطر على المدنيين، لكن لا تأتي الولايات المتحدة بخطة بديلة. يعني اليوم عندما تقول الولايات المتحدة يجب أن تنتهي حماس، ويجب أن لا يكون هناك حماس في مستقبل الشعب الفلسطيني، هذا الشيء جيد للفلسطينيين والإسرائيليين، لكن كيف نصل إلى ذلك؟ الولايات المتحدة تأتي خالية الوفاض عندما نتكلم عن خطط واضحة وملموسة، هي فقط تضغط على الأطراف لكن لا تعطي بدائل. إذن وضع كل الأوراق على الطاولة اليوم، وهذا الموقف الأمريكي بشأن حماية المدنيين، إدخال المساعدات، الرصيف العائم الذي استحدثته أيضا وزارة الدفاع الأمريكية، كلها ستصب في فشل هذه المساعي، وأنت يعني قلتها بالفم الملآن، الولايات المتحدة تخطئ مرة جديدة. مرة جديدة ومرات يعني خلال السنوات الماضية، لا يمكن نفي أن هذه الحكومة الأمريكية، حكومة بايدن، لم تستطع تقديم حلول،
قدمت الكثير من يعني complaints أو تذمر من أداء شركاء وأداء دول أخرى، لكن ما نريده وما اعتدنا عليه من الحكومة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط هو حلول. اليوم لا يوجد حلول، يوجد فقط تذمر ولا تفعلوا هذا لا تفعلوا ذلك. تحاول الإدارة الأمريكية بشكل مستمر، كما قلنا هذه يعني أي خرق اليوم إيجابي هو يفيد بايدن في معركة انتخابية قادمة صعبة جدا بالنسبة لبايدن. وطبعا الولايات المتحدة مهتمة بالسلام العالمي بشتى أنواعه، لكن اليوم لا يوجد شريك على الأرض. الطرف الإسرائيلي مستمر بعملياته دون أي يعني لا يستطيع العمل عبر الأفكار الأمريكية والإملاءات الأمريكية. الأطراف الأخرى في المنطقة يعني غير مهتمة بالرأي الأمريكي. لهيان يقول لا يعني لا يجب تحويل المنطقة إلى مستودعات سلاح، لكنه يحول المنطقة إلى منصات إطلاق صواريخ من اليمن إلى لبنان إلى العراق. فالمنطقة كلها تشتعل، الأمريكي يحاول يعني نزع الفتيل. طيب قلت لأحد يسري لموقف الولايات المتحدة هي تقتصر فقط على الإدانات والاحتجاجات، ولكن ضمن هذه الجولات هذه الإدارة مقبلة على انتخابات، على مواقف متصلة بالرأي العام الأمريكي، غضب شعبي غير مسبوق في عدد من الولايات الأمريكية، في الجامعات ضد ما تقدم عليه حكومة بنيامين نتنياهو، ضد المدنيين المحاصرين مئات الآلاف يتهددهم الموت أو الجوع في قطاع غزة أو حتى في رفح. كيف ستوازن وهي تقولها صراحة بشأن علاقاتها التاريخية والمساعدات العسكرية والدعم لحكومة نتنياهو ولإسرائيل؟ سيد الكريم، ما رأيناه في الجامعات الأمريكية هو زاوية صغيرة جدا من مشكلة كبرى. مشكلة أن المواطن الأمريكي إن كان يساري يميني مع إسرائيل ضد إسرائيل يرى أن الحكومة الأمريكية لم تعد تستطيع فرض إرادة بشكل واضح على المشاكل العالمية وحفظ السلام العالمي كما يراه المواطن الأمريكي أو كما ترى السياسة الأمريكية. ترى أن هناك أفول للدور الأمريكي، وإدارة بايدن لا تحاول يعني إصلاح ذلك بل هي تشارك في ذلك. يعني بكل بساطة في العادة الولايات المتحدة نقولها دوما يعني سياسة العصا والجزرة، اليوم تأتي الإدارة خالية. ربما فقدنا يعني الاتصال مع سيد حازم. عدت إلينا سيد الغبرة، تفضل. عفوا، تقول بأن هذه السياسة المعتمدة لم تعد تجدي. يعني قلت أن يعني إدارة بايدن تأتي إلى المنطقة دون عصا ودون جزرة، فهذا أمر يعني مختلف عن السياسة الأمريكية التي اعتدنا عليها والتي استطاعت عبر السنوات بشكل جيد أو بشكل سيء الوصول إلى تغيير في المواقف، وصول إلى شيء ما. اليوم ليس لدينا هذه الإدارة التي تستطيع فرض أفكار وتوجهات واضحة، توجهات أمريكية بحتة. فلدينا مشكلة اليوم. سأعود قبل انتهاء الوقت إلى زيارة سوليفان. نيويورك تايمز كانت نقلت في ساعات القليلة الماضية بأن هذه الزيارة في حال فشلت ستضعف من جديد المواقف الأمريكية، أنت أكدت على ذلك. الآن موقع أكسيوس يتحدث عن الخطط لدى هذه الإدارة والاجتماعات ويربطها باجتماعات سابقة لم تنجح. الهاجس الأمريكي هو تزويد إسرائيل بمزيد من الأسلحة، وهذا أيضا ضمن البزار أو ضمن السباق إلى البيت الأبيض وخطاب كل من المرشحين. بعد فشل هذه الزيارة وأنت يعني بشرت بذلك منذ قليل، إلى أين يمكن الذهاب في حال اشتدت العملية العسكرية ولم تصغي حكومة بنيامين نتنياهو إلى كل الدعوات والإدانات؟ من الواضح الآن أن إدارة نتنياهو يعني عبر عدم رؤيتها لخطة بديلة ستستمر بخطة الدخول إلى رفح، هذا واضح جدا. موضوع السلاح يعني نرى تخبط من قبل إدارة بايدن، تارة تقول سنوقف الشحنات، تارة أخرى تقول سنرسل المزيد من السلاح.
فهناك يعني عدم وضوح بالموقف، وهذا الموقف يعني تذبذب سياسيا حسب ما ترى، ما يرى فريق بايدن الانتخابي الأفضل في تلك الساعة أو ذلك اليوم إعلاميا على الأقل. اليوم إذا أردنا أي شيء إيجابي في هذه المنطقة، علينا العودة إلى الأسس، علينا الاعتراف أن عملية 7 أكتوبر كان هدفها الأساسي هو تدمير عملية السلام التي بدأت بين إسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط، والاقتناع أن يجب إنهاء حماس والوصول إلى خطة واضحة تجمع جميع الأطراف بما فيها الطرف المصري بما فيها الطرف القطري، تقول كيف يعني نقود هذه المنطقة إلى مستقبل أفضل دون حماس. للأسف لا يوجد شركاء اليوم يريدون ذلك وملتزمون بهذه النظرة إلى المستقبل، والولايات المتحدة لا تدفع بشكل واضح وصريح نحو هذا المستقبل اليوم. أشكرك جزيل الشكر من واشنطن المستشار السابق في الخارجية الأمريكية حازم الغبره.